بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد، ويجوز الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عرفنا في الدرس الماضي الخاص أنه يقابل العام، وعرفنا أنه إذا كان العام ما عم شيئين فصاعدا بلا حصر فالخاص ما كان مقابلا له بضده، ولذا قال: التخصيص تمييز بعض الجملة، تمييز بعض الجملة، أقصد به تقليل أفراد العام أو إخراج بعض أفراد العام مما يتناوله اللفظ العام. يقول: وهو ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، والتقييد بالصفة، وهو الضمير يعود على إيش؟ التخصيص، التخصيص أو الخاص. هل نقول أنه يعود إلى أقرب مذكور وهو التخصيص، أو نقول يعود إلى ما قبله هو الخاص؟ نعم، أو يعود إلى المخصص المفهوم من التخصيص. على كل حال الفرق سهل، يعني الخطب سهل، وهو أي الخاص أو المخصص، وإن قلنا التخصيص يكون بخاص بنفس بلفظ خاص متصل أو منفصل. ثم قال: وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، والتقييد بالصفة. الآن جعل التقييد من ضمن المخصصات، جعل من المخصصات المتصلة، الاستثناء والشرط، وهذا واضح. ثم أردف ذلك بقوله: والتقييد بالصفة. يعني هل التقييد تخصيص أو التقييد شيء والتخصيص شيء آخر؟ نفهم عبارة المؤلف، يقول: وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. كيف؟ فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. ايش عندك؟ يجي التقييد بالشرط أو تخصيص بالشرط؟ خلى التقييد بالصفة، انتهينا، لكن التقييد بالشرط ايش معناه؟ شلون تجي التقييد بالشرط؟ تخصيص بالشرط ماشي، لكن تقييد بالشرط أي جائين
هذا تخصيص ولا تقييد؟ هذا تكرار، هذا تكرار. ونعرف أنه خلط بين التقييد والتخصيص، كثير من أهل العلم يخلطون بينهما بالجامع بين التقييد والتخصيص، وهو التقليل والإخراج، الإخراج لبعض أفراد العام بالتخصيص، والإخراج لبعض أوصاف المطلق بالتخصيص، فهما من هذه الحيثية متداخلان من هذه الحيثية، باعتبار أن كل منهما تقليل وإخراج. وإن كان التخصيص يختص بتقليل الأفراد، والتخصيص يختص بتقليل الأوصاف، ولذا قال والتقييد بالصفة، ما قال التخصيص بالصفة، وإن أدرج التقييد بالصفة ضمن المخصصات. ففيما بينهما شوب موافقة، والأصل فيهما الاختلاف. الموافقة من أي جهة؟ أن كل منهما تقليل وإخراج، والانفصال من جهة كون التخصيص في الأفراد، ومن جهة كون التقييد في الأوصاف. الخلط يحصل في هذا كثير، تجد شراح الحديث حينما يشرحون حديث الخصائص وجعلت تربتها، يخلطون، مرة يقول خص العام بالخاص وهو التربة، ثم يقولون هل يحمل المطلق على المقيد في هذا أو لا يحمل، يحصل خلط يعني، فأول الكلام ينصب إلى التخصيص وآخره ينتهي بالتقييد، عند من يقول بأنه لا يتيمم إلا بالتراب. وتفصيل هذا ما بين النصين في باب التيمم مبسوط في غير هذا الموضع، بسطناه مرارا. نعود إلى كلام المؤلف. نعم، وهو عرفنا أن الضمير يعود إلى المخصص المفهوم من التخصيص، ينقسم إلى قسمين كما ذكر المؤلف، متصل ومنفصل. والمتصل بحيث يرد العام مع الخاص في نص واحد، والمنفصل إذا ورد العام في نص مستقل والخاص في نص آخر مستقل. فإذا جاء اللفظ العام في السياق نفسه، ثم جاء في السياق نفسه ما يخصصه، فهو المتصل، وإلا فالمنفصل. ثم ذكر من المخصصات المتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. يقول الناظم وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل، كما سيأتي آنفا يعني قريبا، سواء فيما مضى أو ما يأتي. فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذلك الاستثناء وغيرها انفصل. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان ما أجمله على طريقة إيش؟ اللف والنشر، مرتب ولا غير مرتب. يقول فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد، ثم ذكر
الاستثناء ثم شرط ثم المقيد على سبيل اللف والنشر المرتب. قال: والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، ثم ذكر شروطه. الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. الاستثناء في الأصل استفعال من الثني بمعنى العطف، لأن المستثنى معطوف عليه بإخراجه من حكم المستثنى منه، أو بمعنى الصرف لأنه مصروف عن حكم المستثنى منه. والسين والتاء طلب، للطلب، نعم تجي هنا للطلب، نعم طلب الثنية هنا. إذا قيل هذا استثناء، قام القوم إلا زيدا، هذا استثناء، أو هذا ثنيا. الاستثناء والثنيا بمعنى واحد، ولذا يقول السين والتاء هنا زائدتان. نعم، نهى عن الثنيا ما لم تعلم، نهى عن الثنيا ما لم تعلم، فالثنيا هي الاستثناء، وليس الاستثناء طلب الثنيا. إذن السين والتاء كما قالوا زائدتان. نعم، كيف؟ أنت لما تقول قام القوم إلا زيدا، أعطي القوم إلا محمدا، نعم، أنت تستثني ولا تثني؟ هل هذا استثناء أو ثنيا؟ غيرك يطلب منك أن تستثني. نعم، لما تقول أوصي أو أوقف أو غلة هذا الوقف لبني تميم، إن طلب منك أن تستثني صار الاستثناء السين والتاء على بابها للطلب، لكن إن استثنيت أنت من غير طلب من نفسك بادرت بالاستثناء. نعم، فتكون ثنيا أو استثناء معنى واحد. عرفه المؤلف، عرف الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وفي شرح الأشموني على الألفية في ابن مالك الاستثناء هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلا أو منزلا منزلة الداخل، لما كان داخلا أو منزلا منزلة الداخل، فالإخراج جنس، وبإلا إلى آخره يخرج التخصيص بغير الاستثناء، يخرج التخصيص بغير الاستثناء بالشرط والصفة على ما سيأتي. وما كان داخلا يشمل الداخل حقيقة والداخل تقديرا، وهو المفرغ. والقيد الأخير المنزل منزلة الداخل يذكر لإدخال الاستثناء المنقطع، لأن عندنا استثناء متصل وآخر منقطع. قام القوم إلا زيدا، نعم، هذا استثناء متصل، و قام القوم إلا حمارا مثلا استثناء منقطع. لماذا؟ لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه،
والضمير فيما لولاه عائد للإخراج، أي لولا الإخراج موجود لدخل ذلك المخرج في حكم الكلام السابق، ومثل له بأمثلة كثيرة، لكن منها الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هذا مخرج في السنن وهو صحيح لغيره. ثم ذكر ما يشترط للاستثناء، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. لو قلت مثلا عندي عشرة إلا عشرة، يصح الاستثناء ولا ما يصح؟ نعم، إيش يلزمك إذا قلت عندي عشرة إلا عشرة؟ كم يلزم؟ نعم، العشرة كاملة. نعم نعم، كيف؟ إذا صححنا الاستثناء إذا قلنا لا شيء، إذا طرحنا العشرة من عشر صار صفر، وهذا إذا اعتبرنا الاستثناء. وهم يشترطون في صحة الاستثناء أن يبقى منه شيء، على الخلاف بين أهل العلم هل يشترط أن يبقى الأكثر أو لا يشترط. كما لو قال عندي عشرة إلا تسعة يلزمه واحد، أو لا بد أن يكون الاستثناء أقل من النصف، مسألة خلافية. ولذا قالوا في شرطه أن يبقى من المستثنى منه شيء، فلا يجوز أن يكون مستغرقا لجميع أفراد العام، فلا يجوز مثل له علي عشرة إلا عشرة، لكن يجوز نحو له علي عشرة إلا خمسة، علي عشرة إلا ثلاثة، وله علي عشرة إلا تسعة، وحينئذ يلزمه على الأول خمسة، وعلى الثاني سبعة، وعلى الثالث واحد. فلو استغرق بأن لم يبق منه شيء، كما لو قال له علي عشرة إلا عشرة، لم يصح الاستثناء، وحينئذ تلزمه العشرة كاملة. أما استثناء أقل من النصف فهو جائز بالإجماع كما قال الشوكاني وغيره، وأما استثناء النصف في خلاف الجمهور على جوازه، وأما استثناء الأكثر فأكثر الأصوليين على الجواز، وهذا رجحه الشوكاني ومنعه الإمام أحمد وأصحابه، وهو قول للشافعي. إذا قلت له علي عشرة إلا سبعة، له علي عشرة إلا سبعة، ما السبب في كونه لا يجوز استثناء الاستثناء إذا استغرق جميع المستثنى منه؟ نعم، نعم، الآن هم يفرقون بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص أن يكون الباقي من أفراد العام في العام المخصوص أكثر مما أخرج منه، وفي العام الذي أريد به الخصوص يكون الخصوص أكثر من العموم. فالقائل المتكلم حينما يتكلم بلفظ عام ويريد به الخصوص، هل يريد بذلك أكثر الناس؟ حينما يريد بلفظ عام يريد به الخصوص، يأتي بلفظ عام يريد به الخصوص، هل يريد به أكثر الناس؟ نعم،
كيف؟ هو أراد به الخصوص، لكن هل إذا قال الذين قال لهم الناس، واعتبرنا أن على وجه الأرض من الناس 1,000,000,000 مثلا، هل نقول أنه يريد حينما يقول هذا الكلام أكثر من النصف، أو يريد أفراد أقل من النصف؟ بغض النظر عن المثال نفسه، الذين قال لهم الناس واحد، إن الناس المراد بهم جمع، لكنهم أقل من النصف قطعا، أقل من نصف على من على وجه الأرض، لأن الناس إذا قلنا أنه من اسم جنس معرف بأل الاستغراقية، قلنا أنه من ألفاظ العموم، والأصل أنه يشمل جميع الناس، هذا الأصل، لكن هذا عام أريد به الخصوص، وعلى هذا ما يفرقون به بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، أن العام المخصوص يكون التخصيص إخراج أقل مما بقي من أفراد العام، والخصوص الذي أريد باللفظ العام يكون إيش؟ أقل بكثير من مما يتناوله اللفظ العام. طيب، إذا قال شخص في بيته أعطوا الأولاد كل واحد 1 ريال، وقلنا أن الأولاد جمع وعرف بأل فهو من صيغ العموم، أل الجنسية يشمل الأولاد، أولاد هذا المتكلم وأولاد الجيران وأولاد أصحاب البلد كلهم وأولاد البلدان كلهم، لكن هو اللي هل يريدها الخلق كلهم؟ نعم، لا، إنما هو يريد الخصوص ويريد أولاده هو. قد يقول قائل إن أل هذه ليست الجنسية، وإنما هي أل العهدية، أل العهدية، صح ولا لا؟ لكن لي قائل أن يقول أن هذه أل الجنسية، لأنه لم يتقدم ما يدل على إرادة أل العهدية. أل العهدية إذا تقدم لهم ذكر، راح الأولاد، جاء الأولاد من المدرسة، فعلوا، تركوا، أعطوا الأولاد، فيكون المراد بهم الأولاد المعهودون. لكن إذا قال ابتداء أعطوا الأولاد، نعم، ابتداء وليس في السياق ما يدل على إرادة العهد، نقول هذا عام، لكنه عام باق على عمومه محفوظ، ولا أريد به الخصوص، نقول هذا عام أريد به الخصوص. وكم نسبة الأولاد المراد إعطاؤهم لنسبة من ينطبق عليه هذا اللفظ؟ ماذا تقول؟ 1 من إيش؟ من 1,000,000 يمكن، أو أكثر، أو أقل من 1,000,000. حينما نقول هذا الكلام ونبين وجه الفرق بين العام الذي أريد بالخصوص والعام المخصوص، وسبقا تحدثنا عنه مرارا، وأن العموم ليس مرادا للمتكلم فيما يريد به الخصوص، بينما هو مراد للمتكلم في العام المخصوص، هنا نقول هذه من حجج من يقول أنه لا يجوز استثناء أكثر من النصف، لا يجوز استثناء أكثر من النصف، وهذا أصح الروايتين عن أحمد، هذه أصح الروايتين عن أحمد، وهي قول للشافعي.
أما استثناء الأكثر فأكثر الأصوليين على جواز ورشحه الشوكاني ومنعه الإمام أحمد وأصحابه. وهذا الخلاف يعني في الاستثناء، استثناء أكثر من النصف، إنما هو في استثناء العدد، استثناء العدد له 10 إلا كذا، له 100 إلا كذا. أما الاستثناء من الصفة قالوا فيصح استثناء الأكثر أو الكل، ومنه قوله تعالى لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فاستثنى الغاوين وهم الأكثر، كما في قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أيوه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. شو المانع أن يكون متصل؟ الأصل أن العباد كلهم ليس له عليهم سلطان إلا من اتبعه، وحينئذ يكون استثنى الأكثر، استثنى الأكثر. استثنى في مختصر التحرير ما إذا كان الاستثناء الأكثر من دليل خارج عن اللفظ، إذا كان الدليل خارج عن اللفظ كما في الآيتين السابقتين وحينئذ لا يدخل فيما معنا. لماذا لا يدخل؟ لأن الذي معنا الاستثناء المتصل، والاستثناء في بالدليل الخارجي هو الاستثناء المنفصل. لكن النص الذي فيه الاستثناء، الذي فيه الاستثناء متصل منفصل؟ متصل، لكن الدلالة على المراد من الاستثناء منفصلة، الدلالة على المراد من الاستثناء منفصلة. من شرطه أيضا يكون الاستثناء منطوقا بحيث يسمع من بقربه، لو استثنى بقلبه، استثنى بقلبه أعطي الأولاد كذا، ثم استثنى بقلبه إلا فلان، يصح ولا ما يصح؟ قالوا لا بد أن يكون استثناء منطوقا به. واستثنى في مختصر التحرير يمين المظلوم الخائف بنطقه. إيش مثاله؟ نعم، يمين الخائف المظلوم بنطقه، يعني إذا نطق بالاستثناء حصل له ظلم، وحينئذ يستثني بقلبه، حينئذ يستثني بقلبه. من شرطه أن يكون متصلا بالكلام إما حقيقة أو حكما، فالأول أعتق العبيد إلا زيدا، هذا متصل بالكلام حقيقة. الثاني أن يحصل فاصل اضطراري يضطره إلى أن يفصل بين المستثنى والمستثنى منه بحيث لا يستطيع دفعه كالسعال والعطاس وما أشبه ذلك. ولذا حينما يشترطون أن تكون الآيات في الفاتحة متتابعة على الهيئة المشروعة، لو حصل فاصل اضطراري مثل هذا فهي متصلة حكما. وعلى هذا فإن حصل فاصل بينهما من سكوت
بطل الاستثناء عند الجمهور، وقيل يصح مع السكوت أو الفاصل إذا كان كلام واحدا، كحديث ابن عباس حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة في بيان حرمة مكة، حرم الله ما إن الله سبحانه وتعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وقال في ذلك لا يعضد شوكه ولا يقتل خلاه، فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال إلا الإذخر. ومثله الاستثناء في قصة سليمان عليه السلام لما قال الملك قل إن شاء الله. وهنا لما قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، هل كان في بال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاستثناء؟ هل كان في باله الاستثناء؟ وهل له عليه الصلاة والسلام أن يستجيب لطلب أحد بحكم شرعي؟ أو نقول كما قال بعضهم إنه نزل الوحي حالا بتأييد قول العباس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، أو نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد وأقر على هذا الاجتهاد في وقته، لأن يسمع الذي يسمع هذا الكلام يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لقن الاستثناء وقبل هذا التلقين، ظاهر ولا مو بظاهر؟ أطلق النبي عليه الصلاة والسلام عمّام ثم جاء الاستثناء بطلب من العباس، طلب معلل. فمن أهل العلم من يقول أنه نزل الوحي حالا بموافقة العباس فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، ومنهم من يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد وله أن يجتهد لكنه لا يقر على خطأ، ولو كان خطأ لما أقر عليه عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فلا يشترط وجود النية حال النطق باللفظ العام، بل يكفي وجودها قبل فراغه. اشترط النية ولا ما تشترط؟ هل كان النبي عليه الصلاة والسلام مستحضر النية في الاستثناء حينما قال لا يعضد شوكه ولا يقتل خلاه؟ نعم نعم، ظاهر النص يدل على خلاف ذلك. نعم يا صاحبي، كيف؟ في حديث سليمان لما قال انه يطأ هذا العدد الكبير من النساء وكل واحدة منهن تأتي بولد يجاهد في سبيل الله ولم يستثني، فقال لهم قل إن شاء الله، وجاء الخبر الصحيح بأنه لو قال إن شاء الله لنفعه ذلك، فدل على أنه لا يلزم استحضار النية، إذا ذكر ثم تذكر فاستثنى نفعه ذلك، شريطة أن يكون متصلا بالكلام أو في المجلس إذا كان هناك خيار. إذا اشترى شخص من آخر سيارة، نعم اشترى سيارة، قال أنا اشتريت هذه السيارة بمئة ألف إلا إن كان الولد اشترى لنا سيارة غيره، هذا متصل ومستحضر ماشي، يصح الاستثناء ولا ما يصح؟ نعم يصح، ما في إشكال. إذا انتظر
وهم في المجلس باقون وهم يكتبون العقد قبل التفرق بعد ربع ساعة مثلا من الإجابة والقبول، قال إلا إذا كان الولد اشترى سيارة، ينفع ولا ما ينفع؟ وما في باله الاستثناء، وإنما طرأ عليه فيما بعد احتمال يكون الولد بعد لقى له سيارة مناسبة وجاب، وهم ما يبون إلا واحدة، ما يبون إلا سيارة واحدة. نعم كيف يعني ينفع الاستثناء؟ ما ينفع الاستثناء كيف؟ نقول هذه صورة، تلك صورة، وهذه صورة، يأتي صورة ثالثة. نعم بعد التفرق وبعد أن وصل إلى البيت قال إلا إن كان الولد اشترى لنا سيارة، ينفع ولا ما ينفع؟ لا بد من اعتبار هذه الصور، صورة مع العقد وصورة بعد العقد في وقت الإمكان وصورة بعد العقد بعد وقت الإمكان. الأولى لا إشكال فيها، صحيح عند الجميع، والثانية نعم صحيحة لذاتها أو لكون العقد معلق بالتفرق؟ نعم الثاني، لكون العقد معلق. بعض العلماء ويذكر عن ابن عباس أن الاستثناء ينفع ولو بعد شهر. نعم إذا قلت والله إن فعلت كذا أو إن فعلت كذا فأنت طالق، ثم بعد مدة قال إن شاء الله. أو استثنى، قال إلا أن جاء زيد أو إن جاء كذا أو إلا أن أحضرت كذا بعد مدة. استثنى بعد مدة طويلة، ينفع ولا ما ينفع؟ نعم صحيح، وإن كان مأثورا عن ابن عباس رضي الله عنه. كيف؟ إيه لكنه استثنى، استثنى حتى الاستثناء مضطرد عنده. إن فعلت كذا، لكن حكم الاستثناء كما سيأتي، الاستثناء اللي هو النحوي أو على ما سيأتي في الشرط، يأتينا هذا في الشرط نشير إليه إن شاء الله تعالى. نعم مثل الشرط والصفة على ما سيأتي. يظهر أن الحكم واحد، الحكم واحد، لكن في وقت الإمكان، في وقت الإمكان. نعم يعني إذا أوصى بثلث ماله لبني تميم ثم قال في وقت الإمكان، وقت الإمكان متى؟ إلى الوفاة، هذا كل وقت إمكان. استثنى منه أو اشترط أو وصف، وصف يتقيد به النص المطلق في وقت الإمكان ينفع، لكن لو أوقف وقفا منجزا ثم استثنى أو اشترط أو وصف، ينفع ولا ما ينفع؟ لا ينفع. نعم بعد وقت الإمكان. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه،
لوقوعه في كلام العرب في النصوص، وما لي إلا إيش شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب، هذا كلام الكوميتي. وفي قصيدة حسان بن ثابت: فإنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافعوا. نعم، أعد أعد هذا متقدم. الاستثناء الأول من نفس الجملة هذه ولا من الجملة التي قبلها؟ نعم، لا اختلطت. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. استثناء من الجنس واضح، كقول قال: ما القوم إلا زيد إلا زيدا، وقام النساء إلا هندا. وأما من غير الجنس فالمراد به الاستثناء المنقطع، كقام القوم إلا حمارا. إذا قلت قام القوم إلا هندا، من الأول ومن الثاني، من الجنس ومن غير الجنس، قام القوم إلا هندا. كيف؟ للرجال والنساء يمكن؟ تدخل النساء في القوم ولا تدخل؟ لا يسخر. وش اللي بعده؟ إذا تدخل النساء في القوم ولا ما تدخل؟ كيف تدخل؟ لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. تأكيد ليش؟ على كل حال، من أهل العلم من قال إن النساء لا تدخل في القوم. الرهط: قام الرهط إلا زيدا، تدخل فيه النساء ولا ما تدخل؟ قام الرهط إلا هندا. كيف؟ لكن ليس فيهم امرأة، وهنا قالوا القوم لا تدخل فيهم النساء بدليل هذه الآية، ومنهم مثل ما قلتم أن داخلة، وعطف النساء على القوم من باب عطف الخاص على العام للاعتناء للعناية بشأن الخاص، ولبيان أن السخرية في النساء أكثر منها في الرجال. السخرية في النساء أكثر منها في الرجال، والله المستعان. فعلى هذا لو قال له: علي ألف إلا ثوبا، له علي ألف إلا ثوبا، منقطع ولا متصل أو يحتمل؟ كيف يحتمل؟ ألف ثوب احتمال. لكن لو أطلق قال هذه الكلمة: له علي ألف إلا ثوبا، قال: أنا أقصد ألف ريال، لا أقصد ألف ثوب. والاستثناء منقطع
يقبل ولا ما يقبل؟ كيف؟ نلزم بألف ثوب؟ ما قال عليه ألف ثوب إلا ثوب، يقول الاستثناء المنقطع معروف في لغة العرب، معروف في القرآن، وهذا استثناء منقطع. مثل إيش؟ أن يكون المقر له، نعم، أو المقر صاحب ثياب مثلا يورد ثياب، لكن إذا قال له علي ألف دينار أو ألف درهم إلا ثوب عرفنا أن هذا استثناء منقطع. وحينئذ يصح الاستثناء لأنه قال ويجوز استثناء من الجنس وغيره، وعلى هذا تسقط قيمة الثوب من الألف. كم الثوب؟ 100 ريال، إذن عندك 900. وعلى هذا أكثر الأصوليين كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هل التجارة عن التراضي من أكل الأموال بالباطل؟ لا. إذن الاستثناء منقطع، كما في قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام، فالسلام ليس من اللغو. ومنعه آخرون كما في أصح الروايتين عن أحمد ونسبه الآمدي إلى الأكثرين. يقول الخرقي في مختصره من أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا. من أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا. وعلى هذا فقوله له علي ألف إلا ثوبا تلزمه الألف كاملة والاستثناء له. وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، وشرطه أن لا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا، والنطق مع إسماع من بقربه قصده من قبل نطقه به، والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه، وجاز أن يقوم أن وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا لظهور المعنى. ثم قال رحمه الله والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط، والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. وهذا هو النوع الثاني من المخصصات المتصلة وسبقت الإشارة إلى ذلك، والمراد به الشرط، مراد به الشرط اللغوي، هو المخصص للعموم، كما لو قلت أكرم العلماء إذا عملوا بعلمهم، أكرم العلماء إذا عملوا بعلمهم ونحو ذلك. أما الشرط الشرعي الذي يلزم من عدمه العدم ومثل الشرط العقلي كالحياة للعلم فلا تخصيص بهما. وحينئذ يجوز تقديمه على المشروط، تقديم الشرط على المشروط أو الشرط، كما في المثال السابق أكرم العلماء إذا عملوا بعلمهم. في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هنا تقديم المشروط على الشرط، ويجوز عكسه تقديم الشرط على المشروط، نحو إن جاء بنو تميم فأكرمهم، نحو قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. نأتي عاد إلى الإشكال في كلام المؤلف حينما عطف التقييد على الاستثناء والشرط.
ثم قال رحمه الله تعالى: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. الآن هو أقحم التقييد مع المخصصات، وعرفنا وجه الشبه بين التقييد والتخصيص ووجه الافتراق، وعرفنا أنهما يشتبهان في كل منه، لأن كل منهما إخراج، كل منهما تقليل، ويختلفان في كون التخصيص تقليل للأفراد والتقييد تقليل للأوصاف. وهنا يقول: والمقيد بالصفة. فلما ذكر الاستثناء والشرط عقبهما بالتقييد بالصفة، يعني لو قال: أكرم العلماء المحدثين، أكرم العلماء المحدثين، العلماء عام والمحدثين وصف، صير تخصيص ولا تقييد؟ أولا، لفظ العلماء هل هو لفظ عام أو لفظ مطلق؟ لفظ عام، لأن الجنسية دخلت على الجمع، نعم، فهو من صيغ العموم. المحدثين تخصيص ولا تقييد؟ كيف؟ تقليل للعدد بالوصف. ومن هنا يتبين أن إدخال التقييد في المخصصات له وجه، وعرفنا أنهما يجتمعان في شيء ويختلفان في شيء آخر. فالذين خلطوا في حديث الخصائص حقيقة قد يعذرون، نعم، يعني جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مع قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت تربتها لنا طهورا، نعم. من أهل العلم قال: لا يجوز التيمم إلا بالتراب، ومنهم من قال: يجوز التيمم بالتراب وغير التراب. فالذين قالوا يجوز التيمم بالتراب وغيره جعلوا الأرض لفظ عام ذات أفراد، والتراب فرد من أفرادها، فرد من أفرادها فهو خاص، فجعلوا هذا من باب العموم والخصوص، فيجوز التيمم بالتراب وغير التراب. لماذا؟ لماذا لا يخص العام بالخاص؟ هو فرد من أفراده فهو خاص، لماذا لا يخص العام بالخاص؟ لا من باب آخر، لا قل ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام يقتضي التخصيص؟ لا يقتضي التخصيص. لكن لو جعلناه من باب الإطلاق والتقييد وقلنا إن الأرض ذات أوصاف والتراب وصف من أوصافها، قلنا حينئذ يحمل المطلق على المقيد، فلا يجوز التيمم إلا بتراب له غبار يعلق باليد، كما يقول
الحنابلة والشافعية. كثير من الشراح أول جعل من العام في أول الكلام ثم إما خصص ولا بقي اللفظ على عمومه. وهنا إذا قلنا أكرم العلماء المحدثين، أكرم العلماء المحدثين، العلماء لفظ عام بلا شك أو مطلق عام، المحدثين تخصيص بالصفة تقليل للأفراد بالوصف. وهنا نعرف المطلق والمقيد لكي نعرف الموضوع على وجهه. قالوا المطلق ما تناول واحدا غير معين، واحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. المطلق ما تناول واحدا غير معين، وهناك العام يتناول أفراد أكثر من شيئين بلا حصر، يعم أكثر من شيئين بلا حصر، وهنا يتناول واحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، والمقيد ما تناول معينا أو موصوفا زائدا على حقيقة جنسه. قالوا فالأول كالرقبة والثاني كالمؤمنة في وصف الرقبة. قال في مختصر التحرير وقد يجتمعان في لفظ باعتبار الجهتين، قد يجتمعان في لفظ باعتبار الجهتين. ايش معنى هذا الكلام؟ الرقبة لفظ مطلق في آية الظهار وهي مقيدة من وجه في آية القتل، ومطلقة من وجوه حتى في آية القتل وإن قيدت بالإيمان، لكن هنا قيود أطلقت منها كالطول والقصر والذكورة والأنوثة والسواد والبياض، هذه كلها قيود أوصاف، لكن هذه الأوصاف لما كانت غير معتبرة ولا أثر لها في الحكم لم تذكر، بينما الوصف المؤثر المعتبر في الحكم ذكر وهو الإيمان. ولذا يقول صاحب التحرير وقد يجتمعان في لفظ باعتبار الجهتين، يكون اللفظ مطلقا من وجه ومقيدا من وجه آخر. يعني الرقبة مؤمنة، هل هي مقيدة من كل وجه؟ وإن قيدت بالوصف المعتبر المؤثر في الحكم وهو الإيمان إلا أنها أطلقت من جهات من أوصاف لعدم اعتبار هذه الأوصاف. يقول كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. عرفنا أن الرقبة أطلقت في آية الظهار وقيدت في آية القتل، يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ نعم كيف؟ يعني في كل لفظ مطلق ومقيد نحمل المطلق على المقيد. الحنفية قالوا ما يحمل المطلق على المقيد، تقول لهم لا يحمل المطلق على المقيد. هنا لا، هذا إطلاق وتقييد، هذا إطلاق وتقييد، إطلاق وتقييد، لأنه حينما قال فتحرير رقبة، تحرير رقبة من قبل أن يتماسى، ما جاء بلفظ العموم، يعني تحرير رقبة واحدة فرد من جنس، لكن هذا الفرد له أوصاف قيد في نصوص أخرى. فالذين يقولون بحمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة قالوا لاتحاد الحكم،
وإن اختلف السبب، اتحاد الحكم وإن اختلف السبب. فالحكم في الرقبة المعتقة في كفارة الظهار الوجوب، وجوب الاعتاق، والحكم في اعتاق الرقبة في كفارة القتل هو الوجوب، والسبب مختلف، هذا الظهار وهذا القتل. فإذا اتحدا في الحكم وجب حمل المطلق على المقيد وإن اختلف السبب. الحنفية ما يقولون بهذا، وقد يدافع عنهم بعض الناس فيقول: كم ذكر القيد في آية كفارة القتل؟ كم مرة؟ كم كرر هذا القيد؟ مرة واحدة. شوف أول صفحة 93. نعم، كم؟ كرر مرارا في نص واحد، دل على أن هذا الوصف معتبر في هذا الموضع، لأنه بقتله هذه النفس المؤمنة لا بد أن يوجد بدلها نفسا مؤمنة، لكن في الظهار ما أعدم نفس مؤمنة. ظاهر ولا مو بظاهر؟ نعم. ولذا والاعتبار هذا الوصف في هذا الموضع كرر مرارا، بينما المواضع الأخرى ما ذكر فضلا عن كونه يكرر، فلو كان معتبرا لذكر. هذا قول من يدافع عنه، أنا ما رأيت هذا الكلام لهم، لكن يمكن أن يدافع عنهم بهذا. ها؟ كيف؟ أنا أدافع عنهم بهذا، لكن أنا مع الجمهور على كل حال، أنا مع الجمهور بكون الرقبة لا بد أن تكون مؤمنة في جميع الكفارات، في جميع الكفارات لا بد أن تكون مؤمنة للاتحاد في الحكم وإن اختلف السبب، وهذه صورة من صور حمل المطلق على المقيد. الصورة الثانية وهي أولى منها بالحمل، وهي ما إذا اتحد الحكم والسبب معا. إذا كان الحنفية خالفوا في الصورة الأولى فإنهم يتفقون مع الجمهور في الصورة الثانية، إذا اتحد في الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد. كالدم جاء مطلقا في قوله جل وعلا: حرمت عليكم ميتة والدم، وجاء مقيدا في قوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فالدم غير المسفوح حلال، فيحمل المطلق على المقيد للاتحاد في إيش؟ في الحكم والسبب. إذا اختلف في الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد ولا ما يحمل؟ لا يحمل اتفاقا. اختلف في الحكم والسبب. اليد في آية الوضوء مقيدة بكونها إلى المرافق، وفي آية السرقة مطلقة: سارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إلى المرافق لا. لماذا لا نحمل المطلق على المقيد؟ للاختلاف في الحكم والسبب، وهذا يكاد يكون إجماع. من فضلك اقلب الشريط. لا. لماذا لا نحمل المطلق على المقيد؟ للاختلاف
في الحكم والسبب، وهذا يكاد يكون إجماع. الصورة الثالثة وهي تتميم القسمة فيما إذا اتفق في السبب واختلف في الحكم، اتفق في السبب واختلف في الحكم. ومثاله اليد أيضا، اليد في آية الوضوء واليد في آية التيمم، السبب واحد وهو الحدث والحكم مختلف، هذا غسل وهذا مسح، وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد خلافا للشافعية. هناك بعض الأمثلة وفيها إشكال ودقة في تطبيق مثل هذه القواعد عليها، مثل الإسبال. الإسبال جاء فيه الإطلاق والتقييد، ما أسفل من الكعبين فهو في النار، هو مقيد ولا مطلق؟ لا، نعم مطلق. وجاء التقييد من جر ثوبه خيلاء، من جر ثوبه، من أهل العلم من يقول يحمل المطلق على المقيد وينتهي الإشكال، اللي ما يجر ثوبه خيلاء معلش. ولكم تلاحظون بعض من ينتسب إلى العلم قد يسبل انطلاقا من هذا، لكن له وجه ولا ليس له وجه؟ إذا طبقناه على الصور الأربعة السابقة، الحكم واحد ولا مختلف؟ الحكم مختلف، الحكم مختلف، يعني يشترك الجميع في التحريم، لكن يبقى أن هذا له حكم، هذا في النار، وهو أسهل من الحكم في النص الثاني، من جر إزاره خيلة، جر ثوبه خيلة، ايش حكمه؟ لا ينظر الله إليه، هذا أشد، نسأل الله العافية. فعلى هذا لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة. ثم جاء نعم إيه؟ بالوصف إيه؟ 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 لكن هل هذا الوصف متعقب للفظ عام أو للفظ مطلق؟ قلنا مثل هذا الكلام لما جاء الوصف متعقبا للفظ عام، الباب باب الإطلاق مع التقييد والتخصيص بينهما تداخل كبير، تداخل كبير، وفي التفريق بينهما غموض يحتاج إلى انتباه. شلون؟ تقليل، ما تقول تقييد، لا نعم إيه؟ أو إن شئت فقل هو تخصيص بالصفة مثل ما قال المؤلف، تخصيص بالصفة. استغفر الله استغفر الله. نعم تخصيص بالصفة، لأن اللفظ عام، العلماء عام، جمع مقترن بالجنسية عام، إلا لو جاء ما يدل على إرادة الخصوص. نعم لو جاء ما يدل على إرادة الخصوص لا بأس. نعم كيف؟ إيه يقول هذا ليس استثناء وإنما استدراك، لكن يقول هذا ليس من باب الاستثناء وإنما هو استدراك. اللهم صل وسلم وبارك على
كيف؟ عندك تحرير رقبة، الرقبة مطلق ولا عام؟ رقبة هي واحدة ما فيها عموم، واحدة ليس فيها عموم، لكن لو جاء اللفظ الرقاب مثلا فتحرير الرقاب ثم جاء ما يدل على إرادة واحد من هذه الرقاب قلنا تخصيص. اللهم صل.